بننتقل لفقرتنا الأخيرة فرح العالم الطب والصحة. يومنا نحكي عن مرض الحساسية الصدرية أو ما يسمى بالربو القصبي. هدول الأشخاص يمكن بيمتازوا بجهاز تنفسي خاص، في عوامل مناخية أو ظروفية إذا تعرضوا إلى بيتأدى إلى التهاب بهذا الجهاز لبعض الأعراض الصحية. لنحكي عنها أكثر وكيفية العلاج معنا الدكتور جان شاهين، اختصاص في الأمراض الصدرية. يسعد صباحك يا وأهلا سعد، وسهلا فيك. صباحكم صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. تفاصيل شو بنقصد بالربو القصبي؟ هلا اول شيء بشكركم على هذا الموضوع لانه موضوع كثير مهم وكثير شائع، وفي ممارسه خاطئه او فهم خاطئ للموضوع بشكل عام بالمجتمع. هلا الربو القصبي بشكل عام بنقول له نحن بالانجليزي ازمه اسمه، تمام؟ هو مرض شائع كثير بالمجتمع، شائع كثير، محتمل الاشخاص كثير مصابين فيه وقاعدين بيناتنا ونحن مو عارفين، هني مو عارفين بحالهم، مو مشخصين حالهم ربو او بيخافوا يقولوا عن حالهم انه مرضى ربو، عندهم ربو، بيخافوا يروحوا لعند دكتور مشان ما يقول لهم انه ربو. هو الربو شيء مو يعني مو بخوف، بس لازم على بكير يعرفوا المريض مشان يقدر يعالج ويتابع اموره، مشان يصير شخص فعال اجتماعيا، لانه ممكن الربو يوصل لمرحله تعيقه اجتماعيا اذا ما تدبر بشكل صح. هلا الربو هو مرض التهابي مزمن، تمام؟ التهابي مزمن نقصد بالالتهاب مو انتان، هو انفلاميشن، يعني بيصير في ارتشاح بالخلايا الالتهابيه بالقصبات. مزمن نقصد فيه انه هو مرض مثل كل الامراض المزمنه، قابل للوقايه، قابل للعلاج، ولكن للاسف ما في شفاء. في مرضى طبعا بيتحسنوا، في مرضى بيرجعوا طبيعي، بس ممكن باي وقت ترجع الاعراض لاي عامل مسبب. هو مرض التهابي مزمن، بيتميز الشغل الاساسي فيه هو تسمك او انسداد عكوس بالقصبات. الانسداد هذا ناتج عن شغلتين اساسيين، هن تسمك بالعضلات الملس تبع القصبات اللي بيسبب تضيق بلمعه القصبات، نتيجه ارتكاس لاي سبب من الاسباب، لسبب تحسسي، لسبب احيان اسباب المحرضات ممكن تكون عديده وكثيره. والشغله الثانيه بيصير زياده بافراز النخاط، هدول العاملين هن بيسببوا تضيق بالقصبات، بيسببوا تحدد بجريان الهواء غالبا في مرحله الزفير من الحركه التنفسيه. هي التحدد هو غالبا مسؤول عن اغلب الاعراض اللي بتصير عند المريض. طيب دكتور، خلينا نحكي شو هي الاعراض اللي بتنذر بالاصابه بالربو القصبي، اذا فينا نقول يعني فينا نقول باعمار مبكره، شو هي الحالات اللي ممكن انا اقول لازم اتوجه الى الطبيب واعرف اذا فعلا ابني معه ربو؟ تمام. هلا الربو غالبا هو ببلش بسن باكره، يعني يا بسن الطفوله يا بسن الاعمار الشابه بشكل عام، ولكن هذا الشيء ما بينفي انه ممكن يظهر باي عمر من الاعمار. نحن بنشوف مرضى بسن متاخر ممكن نشوف عندهم اعراض ربويه ويتشخصوا ربو هن مثلا بال 50 و60 سنه، وفي مرضى شفناهم بالاعمار متاخره جدا، ولكن هو بشكل عام هو بيصير عند الاعمار بالطفوله الباكره او الاعمار الشابه، تمام؟ هلا بيصير انتباه لمريض ربو، الاعراض الاساسيه اللي بتصير الانتباه هي اعراض ضيق الصدر، تمام؟ السعال الغير مستجيب على العلاج العادي، تمام؟ ما بنلاقي له سبب. العرض المميز اللي بيشكو منه المرضى هو شعور بالوزيز بالصدر، بنسميه وزيز، يعني زميره بالعاميه، بيشعر نفسه في صوت مثل التزمير، تمام؟ هذا عرض تقريبا مميز للربو، تمام؟ لانه ضيق الصدر ممكن يصير من اعراض ثانيه، السعال ممكن يصير من اي انتان او شيء، ولكن التزمير طبعا مو 100% ربو، ولكن وقت الطفل او الشاب بيصير عنده بيقول لك عم حس تزمير بصدري، بنرجع لسوابقه بنلاقي عنده، طبعا بنربط سوابقه بنلاقي عنده قصه عائليه لامراض تحسسيه، يعني بالعائله حدا عنده التهاب ملتحمي تحسسي، التهاب انف تحسسي، اكزيما جلدي، هدول كلهم من العامل الاساسي المحرض للربو، ممكن يحرض هدول الاشياء كلها مع بعضها. ربو عند حدا من العائله، عند الاب، عند الاخ، تمام؟ وبناخذ له القصه المرضيه، فنحن تقريبا بنتوجه انه هذا المريض يعني احتمال يكون ربو.
منكمل طبعا هذا الحكي لا يكفي لتشخيص ربو. التشخيص الاساسي ببلش من القصه العائليه للاعراض تبع المريض للفحص السريري تبعنا اللي ممكن نسمع فيه هذا الصوت التزمير اللي سمعنا فيه سمعنا اللي حكينا عنه بالصدر اللي هو ناتج عن تحدد بجريان الهواء بالقصبات، يعني خروج الهواء بيكون مثل نحن لمؤاخذه عم نفخنا نفاخه وسكرنا هي البوز تبع النفاخه فنسمع هذا الصوت التزمير مشان نبسطه صوت الزميره، فهذا بالضبط اللي بيسمعه المريض احيان خاصه بيتحرض عنده غالبا عنده التعرض للعامل المحسس، وغالبا بالساعات الصباح الباكر بتصير عنده بتتحرض عنده هي الاعراض. طيب دكتور شو كيف نفرق بين الربو العادي والربو القصبي؟ هلا هو يعني هو بالاصل الربو هو ربو قصبي بيصيب القصبات بشكل عام. ما في اختلاف بيناتهم، هو الربو اساسا القصبي. طبعا حكينا عن الاعراض لازم نكمل التشخيص باجراء شيء اسمه اختبار البيك فلو تمام او اختبار وظائف الرئه سبايرومتري مشان نحن نشوف نقيم المريض بشكل عام نحط له التشخيص واضح لهذا الموضوع لانه لازم نكون حذرين قبل ما نقول للمريض عندك ربو تمام. يمكن هذا الاختلاط اللي كنت بتحكي عنه دكتور بالبدايه لانه في ناس بنلاقي عندها حساسيه فصليه تمام. تختلف عن الربو القصبي، انا كيف فيني افرق بيناتهم وكيف بيتم التعامل؟ لان هون بيكون الاختلاف التشخيص احيانا عم يصير خربطه بتشخيص الحاله. تمام، هلا الحساسيه الفصليه الصراحه هي يعني اذا الحساسيه بالقصبات فصليه فهي نوع من انواع الربو، في نوع من انواع الربو اسمه ربو متقطع. بيصير فصلي او بوقت محدد مره سنويا عند التعرض لغبار طلع او شيء، في شيء اسمه ربو متقطع، طبعا العامل الاساسي واحد لكل انواع الربو، ولكن بيختلف الاستجابه بين مريض وثاني، مرضى بتكون اعراضهم كثير بسيطه، ممكن تكون متقطعه فصليه يعني بفترات كثير بسيطه تجيهم النوبه ممكن على بخاخ قليل او علاج بسيط تروح النوبه وما تتكرر للسنه القادمه او للسنه بعدها او شيء. في مرضى الربو عندهم شديد تمام، بنقول نحن في سب تايب يعني في تحت انواع من الربو، فممكن هذا المريض لاسباب متعلقه بالبيئه تبعه، لاسباب متعلقه بالوراثي تبعه، لاسباب متعلقه بنوع الربو اللي صابه، فهذا المريض اعراضه شديده ممكن ما يستجيب ولا اي نوع من العلاج، ممكن يكون عنده ربو مستمر وشديد يعني بده دراسه لنقدر نسيطر على الاعراض تبعه. دكتور خلينا نحكي عن العلاج، كيف بيتم علاج الربو القصبي وامتى بنقول المريض دخل في حاله خطوره؟ تمام، هلا نحن بدنا نميز بين حالتين، بدنا نميز بين الربو المستقر تمام، يعني الربو الماشي مع المريض، بدنا نميز بين هجمه الربو الحاده تمام. نحن رح نحكي عن علاج الربو العادي بدون هجمه حاده، المريض اجى لعنا باعراض تتماشى مع ربو بناء على الاعراض مثل ما قلنا بناء على السبايرومتري او البيك فلو تمام، حددنا انه هذا المريض ربو، طبعا لازم يصير تكرر بالنوب كمان مشان نقول انه المريض ربو. العلاج الاساسي واللي بيخافوا منه المرضى بس انه البخاخ فورا بيشفلوا انه بيخافوا من هذا العلاج، صراحه هو العلاج الاساسي انشاقي بنقول له تمام، والعلاج الاساسي هو عن طريق الكورتيزون الانشاقي، الكورتيزونات الانشاقيه هي حجر الاساس بالعلاج تمام. اغلب المرضى واغلب الاهل واغلب العالم بتخاف من هذا العلاج، ولكن هو العلاج الافضل والاسلم وهو القادر يسيطرنا على اعراض المريض. هذا نحن بس نشخص مريض الربو، طبعا العلاج مو علاج اجتهادي من كل طبيب، في شيء عالمي بنقول له جينا GINA تمام، هو مبادرة عالمية بيجتمعوا أطباء مختصين بالربو تقريبا احتمال سنويا احتمال كل سنتين، بيحطوا الجديد بعلاج الربو بناء على المعلومات اللي عم تجيهم من كل أنحاء العالم، بناء على الاستجابة، بناء على أعداد الإصابات اللي عم تصير بالعالم، بيحطوا علاج بناء على أعراض المريض. نحن بنحط المريض ضمن ستيب او ضمن العلاج، هو عباره عن ستيبات، بتبلش من علاج بسيط بالبخاخ القصبي عند اللزوم
مرورا بالانشاق الكورتيزون اللي هو استخدام منتظم صباحا ومساء بالمشاركة مع الموسعات القصبية حتى نوصل للكورتيزون الجهازي حتى نوصل للعلاجات المناعية المتطورة. صراحة هي الاستبهاد حسب وضع كل مريض، نحن بنحطه بستيب، مثلا حطينا المريض شفنا أعراضه شديدة حطيناه مثلا بستيب 3 من العلاج، بنعطي العلاج كل ستيب له علاج ببخاخات محددة، بالإضافة إلى طبعا ضبط العوامل المحيطة فيه التحسسي اللي ممكن يكون عم تحسسه لهذا المريض، بنحطه بستيب 3 وبنعطيه العلاج وبنراقب، شفنا المريض استجابته منيحه بنكمل له على هذا الستيب لمده مثلا شهرين لثلاث شهور، بنقيم مريضنا كان مستقر ممكن ننزله لستيب اقل نخفف له العلاج تبعه حتى نوصل ل يعني هدفنا من كل العلاج انه اول شيء نسيطر على اعراض المريض ونخلي المريض شبه يعني اقرب الى الطبيعي، ما بدنا نخلي المريض نخلي الربو يعقله الاعمال اليوميه تبعه، يسبب له استيقاظ ليلي متكرر، يسبب له هذا البخاخ الازرق كل شوي بده يبخ منه، بس نحن نوصل لهي المراحل يكون المريض عنده استيقاظ ليلي دائم، يسبب له تحدد بالاعمال اليوميه عند المريض، استخدام متكرر للبخاخ الازرق اللي بيقولوا للمريض هو السالبوتامول او الفينتولين. بس نوصل لهي المرحلة وعنده تحدد شديد بالجريان الهوائي اللي بنحدده بالبيك فلو فنحن بنحط مريضنا بالربو الغير مسيطر عليه، يعني الربو ما انه مضبوط تمام، وهذا شيء سيء كثير لانه الربو الغير مضبوط على الوقت رح يعمل نحن قلنا الانسداد عكوس، يعني انسداد عكوس بس ياخذ البخاخ مفروض يتحسن المريض، بس يتطور المرض نتيجة علاج خاطئ او عدم فائدة من العلاج تبعنا او شيء رح نصير عندنا انسداد غير عكوس، يعني المريض بيصير عنده أعراض بياخذ البخاخ يا بيستجيب جزئيا يا اما ما بيستجيب بالمره، فهذا شيء سيء رح يسبب له أعراض من ضيق التنفس المتكرر، رح يسبب له مثل ما قلنا تحدد بحياته اليوميه جدا. طيب يعني دكتور سؤال اخير، الاطفال اللي هن عندهم حساسيه، الاطفال الصغار معرضين بالمستقبل انه يصابوا بالربو القصبي تماما يعني اكثر من غيرهم فينا نقول؟ مثل ما قلنا دائما الاطفال اللي عندهم تربية تحسسية مثل ما بنقول، عندهم قصة عائلية لتحسس بالعائلة عند الأهل، إذا ما في قصة عائلية نحن نقول التحسس بسيطة تحسس إيه معرضين طبعا معرضين طبعا، ممكن يكون هو التحسس يكون بالأصل في ربو، هذا الربو طبعا الربو مرض متغير يعني بيختلف مثل ما قلنا بيختلف بين شخص وثاني، ممكن طفل تتطور عنده الأعراض بالطفولة الباكرة على وقت في مرضى 6-7 سنين بتروح وقت دخول المدرسه بتخف كثير اعراضهم او بتروح لسبب غير معروف طبعا، ممكن على البلوغ تخف كثير اعراضهم ممكن تستمر كثير الاعراض. هلا نحن بس بدي اعقب على شغله، ما بعرف اذا لازم نختم بس بدي اعقب على شغله بسيطه اللي هي عم نتعرض لها، نحن مهم كثير عند مرضى الربو اول شيء ضبط الاعراض، ثاني شيء نحاول نخفف من الهجمات، الهجمات هي اكثر شيء بتتحرض بالانتانات التنفسيه اللي بتصير سنويا اللي هي مثل ما بنعرف الانفلونزا او الجريب مثل بالتعبير العامي، سواء جريب عادي او سواء كورونا او سواء اي انتان جرثومي ممكن يحرض نوبه الربو الحاده اللي ممكن توصل المريض لدخول المشفى في حال عدم العلاج الباكر، فنحن عند مرضى الربو اللقاحات كثير مهمه، لقاح الانفلونزا الموسمي كثير مهم، احيانا ممكن نضطر نعطي لقاح المكورات الرئويه لمرضى الربو اللي هي بتعمل لنا وقايه من الانتانات، وكثير عم نتعرض لهذا السؤال، دكتور انا عندي حساسيه عندي ربو فيني اخذ لقاح الكوفيد لقاح الكورونا اللي عم يتاخذ هلا؟ طبعا هن الابدى من غيرهم انه ياخذوا هذا اللقاح تمام، طبعا في حال بيقول لك انا عندي حساسيه بركي تحسست على اللقاح، الحساسيه الربويه غير الحساسيه على اللقاح، اذا معروف المريض انه سابقا اخذ لقاحات بالصغر اخذ لقاح انفلونزا معروف انه بيتحسس على اللقاحات او على شيء محدد بيخص اللقاحات، نحن ممكن نقول له ناخذ حذرنا او ناخذ اللقاح تحت احتياطات، اما كمريض ربو فهو ابدا من الاشخاص العاديين انه ياخذ اللقاح للصراحه. اكيد كل الشكر لك دكتور وعلى المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك دكتور واكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس، شكرا كثير لك. شكرا لكم.